ازاي احل مشكلة مدة التوصيل الطويلة في علي اكسبريس؟ ان انت تكون مختار سبلاير كويس بيشحن بشكل بسرعة. يعني ايه بيشحن بشكل بسرعة؟ يعني ما تجيش انت تطلب منه الاوردر النهاردة مثلا يوم 1/10 مثلا، وهو يبدأ يشحن لك يوم 5/10 او يوم 4/10. لا، انا عاوز اطلب منه الاوردر 1/10، 2/10 الاقيه شحن. فده بيكون كويس انه بالهاندلنج تايم بتاعه بيكون وقت قليل، فبيوفر لي في فترة التوصيل. غير كده اكون صريح داخل صفحة البيع وعامل صفحة عندي في المتجر اسمها شيبينج بوليسي، كاتب فيها ان المنتج هيوصلك في خلال من اسبوعين لشهر، ما اكتبش فيها المنتج هيوصل في خلال 3 4 ايام، بحيث حتى ان المشتري لو رفع عليا قضية وقال انه ما استلمش المنتج او عاوز فلوسه والمنتج كان اتشحن بالفعل، لا، عن طريق سترايب او عن طريق بوابة الدفع بتاعتي، باجي في القضية دي بقول والله ادي رابط صفحة الشحن بتاعتي وادي رقم التتبع بتاع المنتج بتاعي، وانا شحنت له بالفعل المنتج وهو المفروض يوصله في خلال مثلا فترة كذا، وادوني فترة، فبيوقف معاك سترايب في حاجة زي كده طالما انت شحنت المنتج ورفعت رقم التراكنج، رقم التتبع.